الطليق من عرفة يتحدث عن الأسباب الحقيقية للانفصال، أكد أنها استغلته بشكل سيء ولم يخنها كما صرحت. منا وعائلتها دمرت حياته ومشواره الفني. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات محمود المهدي طليق منا عرفة. خرج الفنان محمود المهدي عن صمته وتحدث عبر مداخلة هاتفية مع منا عرفة عن تصريحات منا عرفة الأخيرة التي اتهمته فيها بالخيانة، وأكد أن الانفصال تم لأسباب أخرى ليست الخيانة، وقال إنه سيكشف الحقيقة لأنه يتعرض لانتقادات ولوم طوال الأيام الماضية. أكد المهدي أنه لم يقم بخيانة منا كما كشفت في أحدث ظهور لها، وروى كواليس الطلاق قائلاً: باعت عربيتي وخدت الفلوس وبعد يومين طلبت الطلاق. كشف محمود المهدي أن سبب الخلاف الأساسي مع منا وأهلها هو أنها المسؤولة على الإنفاق عليه، واتهموه وقت ارتباطهما أنه السبب في تعطيل مشوارها الفني وحصولها على أعمال فنية جديدة، فقام ببيع سيارته وأعطاها مبلغاً مادياً كبيراً حتى تقوم بتأسيس مشروع صالون التجميل الذي تريده. أكد المهدي أنه فوجئ بعد أيام قليلة من حصولها على هذا المبلغ بأنها تريد الطلاق، وكشف أن الانفصال لم يتم بهدوء واتفاق بين الطرفين، وقال نصاً: هي وأهلها دمروني وتم استغلالي أسوأ استغلال، وخارج من الجواز بقول حسبي الله ونعم الوكيل. أكد المهدي أن محاولة منا تغيير الموضوع والاعتذار عن تصريحاتها الأخيرة لن يفيد بأي شيء، لأن كلامها الأخير موثق بالصوت والصورة. كشف المهدي أن هناك أطراف تسعى للتدخل في الصلح الآن بينه وبين الفنان أشرف زكي، وأنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين الفنان محمد نجاتي، وأن كل المشاكل التي واجهها مؤخراً في الوسط الفني كانت بسبب دفاعه عن منا عرفة.